فيفا عازمة على متابعة الاتحاد الجزائري بخصوص فضيحة افتتاح الشان. استفسر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الكونفدرالية الافريقية للعبة ذاتها عن الاحداث التي رافقت بطولة افريقيا للمحليين، وتساءلت الفيفا عن معايير اختيار ضيوف حفل افتتاح الشان التي ألقيت والتي تتنافى مع المبادئ الرياضية، في إشارة إلى العبارات التي تضمنتها الكلمة التي ألقاها حفيظ مانديلا، إضافة إلى هتافات الجماهير العنصرية التي تسيء إلى المنافسات الرياضية. وفتح الكاف الأسبوع الماضي تحقيقا في أحداث حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. ومن المنتظر وفق الصباح أن يفرض الكاف عقوبات كبيرة على اتحاد كرة القدم الجزائري خلال الفترة المقبلة. وسيعمل الاتحاد الافريقي لكرة القدم على تسليم فيفا نسخة من التقرير الذي يدونه كل من الكاتب العام ورئيس لجنة تنظيم كأس افريقيا للمحليين، على ان يتم الاعلان عن نتائج التقرير لتحديد العقوبات التي سيتم اتخاذها ضد البلد المنظم.